أكدت هالة سعيد وزيرة التخطيط حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، وذلك في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء. وأشارت السعيد إلى أنه سيتم إطلاق نسخة جديدة محدثة لرؤية مصر 2030 ترتكز على فكرة عقد الشراكات. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التخطيط لمناقشة المستهدفات الرقمية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.